أهلا بكم. حددت حكومة السودان يوم 18 من شهر كانون أول القادم موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام 2023، حيث ستشمل هذه الانتخابات 15 محافظة عراقية عدا محافظات كردستان العراق الثلاث. وستكون هذه أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ آخر انتخابات أجريت في شهر نيسان من العام 2013، وكان مقرراً إجراء هذه الانتخابات في العام 2018 بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية آنذاك، لكنها أرجئت عدة مرات. وعلى وقع تظاهرات تشرين في العام 2019 صوت البرلمان حينها على حل تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها ووجودها. ويقول الناشطون العراقيون أن هذه المجالس المحلية تمثل أرضاً خصبة للفساد الحكومي المتغول، وأن الشعب العراقي ينظر إليها على أنها تجربة إدارية فاشلة، وأنها أحد أبواب الفساد الحكومي، ولم تقدم شيئاً للدولة والمجتمع في العراق. انتخابات مجالس المحافظات الجديدة في العراق ودورها في تجذير الفساد الحكومي هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا أعادت قوى العملية السياسية الفاسدة العمل بمجالس المحافظات التي كانت قد ألغيت تحت ضغط ثورة تشرين بسبب فسادها وفشلها؟ وهل فعلا أن هذه القوى المتنافسة في انتخابات مجالس المحافظات ليس من طريق أمامها سوى تزوير نتائج الاقتراع وشراء الأصوات بسبب انعدام شعبيتها كما يقول المراقبون؟ ولماذا يتهم الناشطون العراقيون مجالس المحافظات بأنها باب صريح للفساد الحكومي وتجربة إدارية فاشلة لم تقدم شيئا للشعب العراقي؟ ولماذا تحاول قوى العملية السياسية تضخيم دور ما يسمى بالقوى المدنية والمستقلة التي من المؤمل اشتراكها في الانتخابات الجديدة؟ وما الذي قدمته أصلاً الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العقدين الماضيين حتى تقدمه انتخابات مجالس المحافظات المحلية؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي وليد بريسا. تولي الأحزاب السياسية في العراق اهتماماً بالغاً بانتخابات مجالس المحافظات القادمة، حيث وضع هذا الملف في طاحونة الصراعات السياسية مجدداً بين أحزاب الإطار التنسيقي وغيرها من المتنفذين، وعلى رأسهم التيار الصدري، وكذلك بين أطراف عدة داخل بيت الإطار التنسيقي، إذ كشف الحديث عن انتخابات مجالس المحافظات عن وجود تصدع آخذ في الاتساع بين زعماء الميليشيات، ولا سيما بين الخزعلي والمالكي، حيث يسعى كل منهما إلى الانفراد بقيادة الإطار وتنحية الآخر في فترة التحضير لانتخابات مجالس المحافظات. إضافة إلى ذلك أن المخصصات المالية لمجالس المحافظات أسالت لعاب قادة الأحزاب ودفعتهم للدخول في سباق الاستحواذ على مجالس المحافظات والاستفادة من امتيازاتها المالية. السباق الانتخابي القادم يفتقد لأهم عنصر يعطيه شرعية التسمية، الشعب العراقي الذي أعلن منذ عدة سنوات مقاطعة شبه تامة لكل انتخابات تحت مظلة العملية السياسية، ووجه صفعة قوية للأحزاب في الانتخابات البرلمانية السابقة، إذ بلغت نسبة المقاطعة الشعبية أكثر من 90%، ومن المتوقع ألا تقل هذه النسبة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة. وكما أن الشعب العراقي أيقن تماماً أن النواب لا يمثلونهم في البرلمان، كذلك مجالس المحافظات أبعد تمثيلاً عنهم، وهم يرون انعدام الخدمات وتردي البنى التحتية ويصارعون لتحقيق أدنى متطلبات الحياة من كهرباء وماء. انتخابات مجالس المحافظات القادمة ستفتح الباب مجدداً لصراع مشابه لما كانت عليه الأحزاب قبل تشكيل حكومة السودان، وستقدم للمنظومة الحاكمة دليلاً جديداً على أنها فاقدة الشرعية من الناحية الشعبية. أهلاً بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في إعادة العمل بانتخابات مجالس المحافظات، وأن هناك انتخابات طبعا ستجري في شهر كانون أول القادم.
ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا من العاصمة النرويجية أوسلو الدكتور وليد بريسم الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. حياك الله وحيا ضيوفك استاذنا. مرحبا دكتور. الدكتور، القوى العملية السياسية أعادت العمل بانتخاب بمجالس المحافظات، والتجربة كانت تجربة فاشلة متهمة بالفساد، وألغيت تحت ضغط يعني ثورة تشرين بسبب فسادها والتجربة الفاشلة. لماذا العودة إلى هذه الهياكل الإدارية إذا كانت فاشلة وفاسدة وقد ألغيت بسبب هاتين التهمتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم. أهلا دكتور. الحقيقة إذا كانوا هم يعني يتجنبون كل فاشل ما كان وصل وضع العراق إلى ما وصل إليه الآن. نعم. هذه واحدة. ثانية، أنه لا يمكن النظر إلى ما يسمى بانتخابات، هذه انتخابات مجالس البلدية أو مجالس المحافظات، بمعزل عن رؤية المشهد العراقي بشكل كامل. لا يمكن، هذه غير منفصلة، هي جزء من هذا المشهد كله، المشهد السياسي، المشهد الاقتصادي، المشهد الاجتماعي. فبالتالي أنت لا يمكن أن تخرجها خارج هذا المشهد وتتحدث عنها، يجب أن تضعها في مكانها داخل هذا المشهد، وحين ذاك يعني تضع لها المعايير، هل ستكون فعلا انتخابات مثل ما يقولون، هل تستحق من الشعب العراقي أن يهتم بها وأن يشارك بها. حقيقة المشهد العراقي مشهد ملتبس منذ عام 2003 لحد الآن، مشهد يطغي عليه الفساد، الطائفية، الخراب، والأحزاب الكاذبة، الوعود الكاذبة، الفشل المتكرر، الهروب إلى الأمام دائما. فبالتالي هناك إشكاليات كبيرة تصل إلى مرحلة المعضلات، وهذه المعضلات لا حلول لها. واحدة من هذه المعضلات أنهم يتحدثون عن الانتخابات وكأنها يد ديمقراطية، وهي لا تمثل إلا جزءا من الديمقراطية، وجها من أوجه الديمقراطية، لكنها لا تمثل الديمقراطية، لكنهم يتحدثون عنها وكأنها هي هذه الديمقراطية. وبالتالي حتى لو قبلنا بهذا الموضوع، لا يمكن أن نقبل بديمقراطية الأحزاب المشاركة فيه هي أحزاب طائفية بفكر طائفي، بفكر اجتثاثي، تريد أن تؤسس للطائفية. لا يمكن يعني هذا الفكر وهذا الفكر أن يستوي على سطح واحد، لا يمكن. فبالتالي لا توجد ديمقراطية، وكل الانتخابات السابقة أكدت أن الديمقراطية هذه كذبة كبيرة في العراق، لا يمكن تطبيقها في ظل هذه القوى. وبالتالي العملية السياسية، نفس المشاركين بالعملية السياسية هم نفس الأحزاب ونفس القوى ونفس الشخصيات التي بدأت العملية السياسية وقبلت بها بمحاصصاتها الطائفية والعرقية، وهي ما زالت قابلة بها. لذلك المحاصصات تشمل المواقع، الكراسي، المساحات الحاكمة، وجزء من عدها المحافظات، سيطر على المحافظات. فهذه المحافظات ساحات أو أدوات لتصريف الفساد، لزيادة الفساد، للاسترزاق أكثر من هذا الفساد، ولتفعيل الفساد بطريقة يخدم هذه الأحزاب. نتحدث نعم. كيف أنها متهمة من قبل الناشطين والرأي العام في العراق بأن المجالس المحافظات هي باب وأيضا رواق من أروقة الفساد الحكومي المتعاظم في العراق. دكتور وليد، مساء الخير. مساء الخير أستاذ ماجد، حياك الله وحيا الضيوف والكادر. أهلا وسهلا. ومشاهديك طبعا. أهلا وسهلا دكتور. إصرار قوى العملية السياسية على إعادة العمل بمجالس المحافظات التي كانت تجربة إدارية فاشلة بشهادة الجميع، وفاسدة بشهادة أيضا الجميع، وألغيت تحت ضغط ثورة تشرين، هذه الإعادة استخفاف بالرأي العام العراقي المجمع على فشل وفساد هذه المجالس، أم أنها حاجة أملتها أو هيكل إداري أملتها الحاجة الإدارية لوجود هذه المجالس المحافظات، لابد من وجودها مع حتى وإن كانت تجربتها شابتها سلبيات الفساد والفشل، لكن الآن الظروف تغيرت، صدق هناك أزمة اقتصادية ومالية خانقة، لكن هناك حاجة إدارية، أم هذا استخفاف من القوى السياسية بالرأي العام العراقي؟
نعم أستاذ ماجد، يعني أنا ربما لا أذهب إلى ما ذهبت إليه، لأن الموضوع أخطر من مسألة فقط استخفاف. نعم. الموضوع أستاذ ماجد أنه هذه الطغمة أو هذه المجاميع هي مجاميع تمثل محتل حقيقي لمقدرات العراق بكل تفاصيله، يعني مقدرات العراق الاجتماعية والفكرية والاقتصادية. نحن تحت حراب محتل، وحصلت ثورة تحررية بكل معنى الكلمة اشتركت فيها معظم قطاعات الشعب، ثورة ضخمة أدت بالنتيجة إلى إسقاط الكثير من أركان المشروع الاحتلالي. لكن للأسف وكما قلنا دائما وكما تقول الأدبيات إن نصف الثورة انتحار. ما جرى وما يجري أستاذ ماجد هي عملية ما يسمى خطأ الثورة المضادة، وهو ما يسمى بالجهد المضاد للثورة أو المسار المضاد للثورة. والمسار المضاد للثورة لديه هدف محدد، هو تحطيم أي منجز أنجزته حركة شعبية ما، ثورة ما، يجب تحطيم كل تفاصيله. ولذلك أنت شاهدت يعني هم يعني سائرون بهذا الاتجاه من البداية، يعني من البداية أصروا على أن تبقى نفس الوجوه الكالحة، نفس العناصر التي دمرت كل شيء في العراق أن تعود بكل صلافة وبكل وقاحة، بعدم احترام لدماء الشهداء، عدم احترام لصرخات الثكالة من أمهات وأخوات الشهداء والمجروحين والمعاقين، إضافة إلى أنه يعني الصلافة ابتدأت من عدم محاسبة القتلة. احنا يعني لربما مسألة إعادة انتخابات مجلس المحافظات لربما هذا أهون الشرور. يعني نحن لحد الآن هنالك قتلة يسرحون ويمرحون متمتعين بأموال الشعب كافة، لم يتم محاسبتهم، لم يتم إدخال أي واحد إلى قبص الاتهام سواء كانوا أفراد أم زعماء. بل الأنكى من ذلك استمرارية الخطاب الطائفي، استمرارية الترسيخ الطائفي والتفتيت والتجزئة المجتمعية في العراق. حتى لا نتعد دكتور وليد، سنتحدث أيضا عن الخطاب الطائفي، وهل ما زال جاذبا في هذه الانتخابات أم أنه قوى العملية السياسية قد تعتمد خطابا ترويجيا آخر غير متكئا على الخطاب الطائفي. إعادة هذه الهياكل الفاسدة والفاشلة، استخفاف بالرأي العام العراقي وموقفه المجمع على أنها فاسدة لا حاجة لها، حلقة زائدة في المسار الإداري، أم هناك فعلا حاجة إدارية تمليها الظروف الحالية، لابد من وجود مجالس المحافظات؟ يعني أستاذ ماجد يعني لنسأل السؤال، ماذا حققته هذه الحكومة؟ نعم. هذه الحكومة منذ أن أتت هل حققت منجز حقيقي في العراق؟ نعم. فلذلك يعني من هذا السؤال راح ترتسم لك الصورة. الحقيقة كما أشرت سابقا لكم يعني في لقاء سابق، نعم، هم ماضون في يعني محاولة تركيع أي قوى وطنية في العراق، محاولة تركيع أي جهد ثوري ممكن أن يظهر في العراق من خلال الإصرار على المضي بكل وقاحة بنفس المشروع، بنفس آليات المشروع الفاشل الذي خيم على العراق بكآبته وبوحشيته منذ الاحتلال، منذ حراب الاحتلال الأمريكي ولحد يومنا هذا. طبعا إضافة إلى ذلك أنه هذا أيضا باب من أبواب الفساد. يعني تخيل أنت مفوضية الانتخابات تطلب 300 مليار دينار، ما يقارب 250 أو 230 مليون دولار. كم كان سيتمتع الشعب العراقي ب 230 مليون دولار من إنجازات، يعني عوضا عن بدلا من هذه المهزلة المسماة بمجالس المحافظات. إضافة إلى أنهم في هذه الفترة قاموا بتنشئة، والحقيقة ليس هناك دكتور في الجزء المالي، ليس هناك من قانون شفاف واضح ينظم عمل تمويل يعني هذه الشخصيات أو الكيانات التي ستشترك. وهناك الحقيقة مخاوف حتى لجنة النزاهة البرلمانية أنه سيكون هناك استغلال
بشع لموارد الدولة لخدمة هذه الأحزاب. نحيل هذه النقطة الدكتور رافع إذا سمحت ونسأله. دكتور، الناشطون العراقيون والكثير من الرأي العام يعني مؤمن أن هذه المجالس باب واسع للفساد الحكومي المتجذر والمترسخ والمتغول، وتجربة يعني إدارية فاشلة لم تقدم شيء للعراق. الحقيقة الحكم على مجالس المحافظات في تجربة تاريخية قد مضت ربما يراها البعض أنه فيه إجحاف. الآن الظروف تغيرت، الحكومة الحالية أعلنت الحرب على الفساد. ما جرى في مجالس المحافظات قبل 7 سنوات وعشر سنوات هناك من يقول أنه لن يسمح به، الآن الفساد الفشل غير مسموح به بعد 10 سنوات من هذه التجربة، بعد توقفه طبعا آخر انتخابات 2013. أستاذ ماجد، لذلك أنا قلت لك في الإجابة الأولى، قلت لك أنه الانتخابات هذه ما سمى بانتخابات مجالس المحافظات لا يمكن أن نعزلها بمعزل عن مجمل المشهد العراقي. نعم. المشهد الحالي في العراق والمشهد الحالي في العراق منذ عام 2003 لحد الآن هو مشهد متكرر. هذه واحدة. القضية الأساسية في كل هذا أنه نحن لدينا في كل انتخابات وكل العالم، يعني عندما تنظر إلى تجارب العالم كلها والمجالس البلديات في كل الدول الأوروبية وفي كل دول العالم، عندما ينتخبون مجالس بلديات هذه مجالس للخدمة، تخصص لها مجموعة من الأموال والمشاريع اللي تختارها وتبدأ بتنفيذها وتبدأ متابعتها لخدمة أهالي المدينة الفلانية المحافظة الفلانية بهذا الشكل، هي مجالس خدمة. لكن من الأعلى؟ من يخصص هذا؟ من يسهل أو يكون القدوة الأساسية؟ هو مجلس النواب. أنت لديك مجلس نواب قاطع 85% من الشعب العراقي لم يشارك في الانتخابات، وال 15% الذين شاركوا بالانتخابات أو أقل من 15% الجزء الأكبر منهم انسحبوا من الانتخابات، تيار الصدري. ومن شكل مجلس النواب بكل قوى هذه بكل توزيعات الطائفية توزيعات العرقية هي النسبة الخاسرة اللي لا تساوي 7%. هل يمثلون الشعب العراقي؟ هذا مجلس النواب الذي يعتبر نموذجاً كبيراً يحتذى به في مجالس المحافظات التي تشكل أو تخرج منهم مجالس المحافظات بهذه الطريقة، لأنه هاي الأحزاب والقوى التي تمثلت في مجلس النواب هي نفسها التي ستمثل بهذه المحافظات. إذا هذا مجلس النواب الشعب العراقي غير معترف به ويعتبره فاسداً ومشارك به وماكو، وأساساً يعني لا توجد جهة رقابية أساسية تراقب عمل لا مجلس النواب ولا مجالس المحافظات، بمعنى أنه لو كانت هناك جهة قضائية رقابية قوية لما اعترفت بمجلس النواب الحالي، لكان قالت أنه هذا لا يمثل العراقيين، لأنه النسبة بينما هم زوروا وقالوا أنه نسبة المشاركة 45% ما أعرف قد. إذا ما جئنا إلى مجالس المحافظات وجرت هذه الانتخابات اللي يقولون شهر 12 القادم، سنسأل نفس الشيء، من سيراقب؟ يعني من هي الجهة التي تراقب هذا؟ يعني من هي الجهة القضائية القانونية التي تراقب هذا وتقول هذا خطأ وهذا صح وهذا يصلح وهذا لا يصلح؟ لا يوجد، لأنه كل القوى كل هذه الوظائف اللي موجودة التنفيذية والقضائية والتشريعية هي لأحزاب تملك العملية السياسية وتعمل بها وترعاها العملية السياسية. فبالتالي حتى ما موجود في القضاء في الجهات الرقابية هي ملك لهذه الأحزاب، هم مجاميع تابعة لهذه الأحزاب، هي من تقرر هذا صحيح وذاك غير صحيح تبعا لمصالحها. فبالتالي أنت أمام حالة شاذة جدا جدا لا يمكن القبول بها. التخصيصات التي ستأتي من مجلس النواب الموافقة عليها والمشاريع التي سيوافقون عليها ستذهب للمحافظات، التخصيصات ستذهب لمحافظات معينة لمجالس معينة تعرف الخطوط أو الطرق الموصولة معهم وكيف سيستفيدون من هذا الفساد. لذلك أنا قلت إنه هذه المجالس المحافظات هي أدوات للفساد ليس أكثر من أدوات للفساد، مرتبطة بمجلس النواب ومرتبطة بالحكومة ومرتبطة بكل هذه الأجهزة التي تشكل العملية السياسية. وبالتالي أنت تريد أن تسيطر على مشهد كامل للعراق
بكل تفاصيله، سيطرت على مشهد مجلس النواب، المجلس التشريعي، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. إذن لديك الآن السلطة التي تعمل لكي يقولوا مجالس محافظات ومشاريع حولناها لهذه المجالس، وهذه المجالس عليها أن تتابع، ووفد راح ووفد إجى، وبالتالي أنت أمام سرقات كبيرة ونهب كبير، والتجربة بائسة جدا جدا. لذلك عندما تقول لي يمكن الوضع تغير الآن، أقول لك المشهد من أسوأ إلى أسوأ. يعني هل العراق خرج من بين الدول الأكثر عشرة فسادا في العالم؟ لا، العراق ما زال هو دولة فاشلة، ما زال دولة فاقدة للأمن، فاقدة للاستقرار، فاقدة سيادتها، فاقدة لاستقلالها. ما الذي تغير؟ إذن نحن أمام نفس المشهد، نفس الخراب، نفس الدمار، ومخرجات ومدخلات ومخرجات مثل هذه العملية هي فاسدة ومخربة. نعم، ما أدري دكتور وليد ويانا؟ لا، ماذا أشوفه؟ طيب دكتور، الحقيقة هناك معطى في الحملة الانتخابية الترويجية عن ما يسمى بالمستقلين، بالقوى المدنية التي سيكون لها دور في الانتخابات القادمة، الانتخابات المحلية القادمة. هذا التركيز، هذا التضخيم لما يسمى بالقوى المستقلة والمدنية، ما الذي يمكن أن تقدمه؟ ما الذي بإمكانها أن تقدمه إذا كان هناك الحقيقة من مستقلين أو مدنيين بهذا التوصيف؟ يعني من هو أنت تسأل نفسك وأنا أسأل نفسي وكل الناس، من أين خرجت هذه القوى المستقلة والمدنية؟ كيف تخرج هذه في ظل سيطرة ميليشياوية وسيطرة أحزاب طائفية على كل المشهد؟ طبعا هذا الخطاب سمعناه قبيل الانتخابات البرلمانية، وسمعناه وقالوا أنه قوى مستقلة دخلت البرلمان جديدة، وإذا بنا خلال الممارسات نجد أنه هذه القوى التي سموها مستقلة تابعة بأفرادها إلى أحزاب وقوى العملية السياسية، وانحازت بشكل كامل لقرارات وتوجهات هذه الأحزاب وهذه القوى، ولم تكن مستقلة نهائيا. ومن كان يتكلم بأني مستقل ظهر غير شكل. طيب كيف تشكلت هذه؟ هذه المجاميع الحقيقة هم يعتقدون أن هذه اللعبة ممكن أن ينجحوا فيها. كل هذه القوى والأحزاب العاملة في العملية السياسية والميليشيات قسمت نفسها إلى أجزاء معينة، إلى عناوين معينة ليس أكثر، وضعت بها كم واحد، وهذه العناوين هي التي تكون واجهات لمستقلين ومدنيين يتحدثون هكذا. وبعد الفوز بالانتخابات إذا ما سيتجمعون مرة أخرى تحت راية هذا الحزب وهذه القوى. لا يوجد قوى مستقلة، لا يوجد، مثل ما قالوا أنه قوى تشرين الآن دخلت إلى البرلمان، كذبة كبيرة. أنتم قتلتم 1000 شاب من تشرين وجرحتوا 30,000. إذا كانت قوى تشرين داخل البرلمان، لماذا لم تطالب بدم هؤلاء؟ لماذا قبلت أن تعمل مع قتلتهم؟ لماذا؟ وهي تعرف أن هذه الميليشيات التي قتلتهم، وهذه الميليشيات هي التي أسست كل هذا البرلمان وأسست الحكومة، كيف يمكن أن يعملون فيها ويخوضون بدماء زملائهم الذين كانوا معهم في الساحة، في الساحات كلها، سواء في الناصرية، في بغداد، في كربلاء، في النجف، في أي مكان؟ لا يمكن هذا، لا يمكن القبول به. مثل ما قالوا أن الكاظمي هذا هو جاء من يعني بطلبات من ثورة تشرين، وبالتالي قالوا بعد ذلك أنه لا هذا عميل، وهكذا القضية فيها كذب وفيها تلميع. وفي الأول والأخير أنت ترى هذه القوى من عام 2003 لحد الآن كم من الوعود قدمت، كم من المشاريع التي تحدثت عنها، وماذا تحقق من هذه الوعود وهذه؟ والشعب يعني اشمأز، ما عاد يتحمل. حتى إذا أنا ما تسمع هذا الكلام، هذه الوعود الكذبة، يضحك عليهم. لا يمكن أن يقبل بكل هذه الادعاءات الكاذبة وهذه المشاريع التي ليس لها وجود أساسا على أرض الواقع، وخسرت العراق أكثر من تريليون، نصف تريليون دولار، وخسرت العراق سيادته واستقلاله، وميليشيات مسيطرة، وأمن غير مستقر، ووضع اقتصادي سيء جدا، وضع اجتماعي سيء جدا، فقر، بطالة، خراب، دمار، تعليم سيء، صحة سيئة، هذا كله موجود الآن لدينا في العراق الآن، وهذا يجب أن نعترف به. مولات كثيرة لدينا، ولدينا مطاعم كثيرة، هذا واقع الحال. فهم لم يؤسسوا إلا المطاعم والمولات، وهذه والسيطرة على أراضي ومشاريع الإسكان، لأنه هذه فيها تبييض للأموال ليس أكثر.
وبالتالي كل الوضع العراقي والمشهد العراقي فيه خراب كبير جدا. أشكرك. نستأذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام لنتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن دور مجالس المحافظات المزمع، إعادة الانتخابات فيها في كانون شهر كانون أول القادم، ودورها في الفساد الحكومي. بعد الفاصل عائدون، ابقوا معنا. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، تبحث في دور مجالس المحافظات في الفساد الحكومي. ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور وليد إبريس. دكتور وليد، الخطاب الطائفي والعرقي الحقيقة فشل في الحشد واستقطاب الناس، والأحزاب الدينية الطائفية الحقيقة خسرت سمعتها أو شعبيتها بين يعني قوسين، والخطاب الطائفي هذا ما عاد جذابا ولا كافيا للتغطية على الفشل. وهناك الفساد وهناك الفشل العام. المشتركون في هذه الانتخابات على ما سيتكئون في الترويج لأنفسهم؟ هناك الطائفية انتهت والفساد متغول، وهناك فشل على كل المستويات حتى يقدموا أنفسهم للرأي العام العراقي. على ماذا سيتكئون في انتخابات مجالس المحافظات القادمة؟ نعم أستاذ ماجد، طبعا مثل ما تفضلت، الخطاب الطائفي فشل حتى وإن كان هنالك قلة لا تزال تتشبث بهذا بهذا الخطاب. لكن مثل ما تفضل الدكتور رافع، الآلية التي يعني يبرع فيها هؤلاء وكما قلت سابقا بكل وقاحة هي آلية الخداع. يعني هم حاليا في استحدثوا صورة مخادعة، وهي هذه الكيانات الوهمية التي أنتجوها بعدة مسميات، كمسميات مدنية أو خرجت من رحم تشرين وما إلى ذلك من هذه الأكاذيب. هذه الآلية التي سيستخدمونها، آلية استحداث هذه، او استحدثوا هم، تم استحداث هذه الكيانات وتم الترويج لها في داخل يعني فضاء التواصل الاجتماعي، وابرزوا شخصيات معينه. يعني مثلا اعطيك مثلا يعني ناس كانت في حكومه عادل عبد المهدي، ما اريد اذكر اسامي انا، يعني يطرح نفسه هو كان في حكومه القاتل عادل عبد المهدي، المسؤول عن قتل ألف أو أكثر من شباب العراق الأبرياء، يطرح نفسه كمعارض للعملية السياسية. فيا أستاذ ماجد، كم يعني كم هو كم الهراء الذي نحتاجه حتى نعرف أن عملية الخداع أصبحت بدون يعني أي حدود، فاقت كل حدود الأنظمة المخادعة. وطبعا أنا أعزو ذلك لفقدان البديل الوطني المنظم، وأكررها دائما، بسبب فقدان البديل الوطني، البديل الذي يكون قادرا على صنع الأحداث، قادرا على محاصرة هذه الطغمة، محاصرة إعلاميا على الأقل. نتيجة لهذا الفقدان فهم يلعبون كما يشاؤون، يخادعون كما يشاؤون، يتحركون كما يشاؤون، سواء على المستوى الداخلي الإقليمي أو حتى على المستوى العالمي. لأنه كما قلنا يعني حتى أن اللاعب العالمي يفتقد إلى، لو كان اللاعب العالمي جادا طبعا، لكن فقدان البديل الوطني المنظم والمركزي
هو الذي يعطي جرعات من الحياة لهذه المنظومة المخادعة. فأنا أقولها وبكل يعني ثقة أن الانتخابات مجالس المحافظات القادمة ستكون انتخابات الكيانات الوهمية الخارجة من تحت عباءة والمنضوية تحت عباءة هذه، يعني ما هي إلا أدوات الأحساب الحاكمة عاديا، هي ليست أنظمة الحديث دكتور وأنا سألت الدكتور رافع، الحديث سياسي وإعلامي يجري عن أن الانتخابات القادمة سيكون نجمها في مجالس المحافظات هو القوى الوطنية والمستقلة التي كما يقال في الخطاب السياسي والإعلامي الحقيقة تبنى على دورها آمال عريضة في التغيير في الإصلاح في تقديم نمط من الأداء الإداري مختلف هذه المرة. أنا معكم أنظر ونحن معكم لمنظرون إيه؟ يعني سنرى أستاذ ماجد سنرى كم الخدعة الخديعة في هذا الخطاب، لأن هذه القوى نعرفها، نحن نتابعها، نتابع خيوطها نشأتها، نعرف من أنتجها، نعرف قوى الاحتلال أو قوى التبعية هي التي أنتجت هذه القوى بعدة مسميات، وينشطون حاليا في على فضاءات متعددة، يطرحون أنفسهم أنهم هم البدلاء الوطنيون ولا 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 وليس لغيرهم الحق في التصدي للخطاب الوطني. وكما قلت لك سيتم يعني سيتم انتخابهم بطريقة أو بأخرى، وستنبدأ يعني نفس المسألة ستعاد من جديد، نفس الأحزاب هي التي تكون مستفيدة ومسيطرة على الواقع العراقي وعلى مصير هذا الشعب المظلوم. نعم أشكرك. أشكرك دكتور. الحقيقة دكتور هناك من يتحدث أنه أيا كان الشكل المواجهة بين القوى التي ستتصارع أو تتنافس في الانتخابات القادمة فإن الصراع على السلطة هو الذي سيستمر، والحقيقة أن أيا كانت النتائج من يفوز ومن يخسر لكن الثابت والمعطى الباقي هو أن لمزيد من شلل الدولة العراقية وتحطمها هو الثابت، وأن هذه القوى الحقيقة ليس أمامها من خيار سوى تزوير الانتخابات وشراء الأصوات بسبب شعبيتها الصفر تقريبا، وهذا ما أثبته كما يقول الناشطون والمدونون الانتخابات البرلمانية الأخيرتين نسبة المشاركة 10% فقط، فعلا مجالس المحافظات إضافة عبء آخر على الدولة وشلل آخر على الدولة وليس هناك من أي فائدة أبدا. بالتأكيد هذا ما تقوله جدا صحيح أستاذ ماجد، لأنه أنت تنظر إلى كل عملية تنظر إلى مدخلاتها لتعرف مخرجاتها، مدخلات اللي موجودة في كل العملية في كل المشهد العراقي مدخلات مملوءة بالفساد والخراب والطائفية والفكر الشاذ والاجتثاث والتزوير والكذب والادعاءات ورعاية مشروع تدمير العراق، تعويق العراق، إضعاف العراق. هذه المدخلات ستؤدي إلى مخرجات أسوأ، يعني بالتالي ستؤدي إلى أن ننظر إلى انتخابات ما يسمى انتخابات مجالس المحافظات كأنها أداة لزيادة الخراب لزيادة الثقل على العراق والعراقيين لكي يدفع أهل العراق ثمن آخر. الشعب هذا يعني مل، وصل إلى مرحلة من الاشمئزاز بالتعامل مع هذه القوى، هو يعرف هذه القوى، هو الناشط يعني إذا يتكلم لكلمتين في أي محافظة لو يقتلوا لو يختطفوا له، طيب شلون راح تنتج أنت مجالس محافظات مستقلة ومؤمنة ومدنية وما أعرف هذا الكلام مالهم المزوق لكي ترعى خدمات الناس؟ هو اللي طالب بالخدمات يطلع يطالب بالخدمات، يطالب بالكهرباء، يطالب بفتح شارع، قد يقتل وقد يختطف، قد يغيب، وهذا ما حصل طوال هذه السنوات والفترة الأخيرة شاهد على كل هذا. فبالتالي أنت أمام حالة شاذة، يريدون أن يقنعون بأنه الوضع يعني وردي وجميل، وهذا لا يقتصر على قوى العملية السياسية فقط، يعني القوى المحلية في العملية السياسية، هذا يشمل القوى الخارجية الدولية والإقليمية، أمريكا والأمم المتحدة عندما تطالب بالانتخابات وعندما تؤيد الانتخابات وطلعنا بلاسخارت
في يوم كل يوم اجتماع وتؤيد وتدفع باتجاه وننتظر الانتخابات والسفيرة الأمريكية تنتظر، هذا كله تأييد لخراب العراق، لاستمرار هذا المشروع، استمرار المشروع الذي يركع العراق تماما، يجعل من العراق ليس بلدا، يعني مثل قهوي بعد ما ضيعوا هوية العراق لا تجد شيء اسمه العراق، يعني وهذا المطلوب، يريدون أن يصلوا بالعراق إلى هذه المرحلة عندما يؤسسون لمجالس محافظات تابعة لنفس القوى التي دمرت العراق وسرقته وفسدت به ولديها ميليشيات لم تحقق الأمن، لم تحقق الاستقرار، لم تحقق الوطنية، ما عندها معيار للوطنية ولا أهل الخارج، فكيف يمكن لمجالس محافظات أن تتصرف بوطنية وبرؤية شعبية برؤية تخدم البلد؟ لا يمكن هذا، الحقيقة واقع مخادع مضلل لا يمكن القبول به، والمخرجات ستكون أسوأ والثقل سيكون أكثر، والموازنة العراقية التي كلما زادت كلما زاد الفساد وزاد الخراب، ولن يجني العراق، أقصد العراق وشعبه، لن يجني شيئا من خلال هذه الانتخابات إلا الخذلان والخسارة، وعليه أن يفعل شيئا لتجنب كل هذا. دكتور وليد، في المرحلة السابقة الحقيقة ملئ الفضاء السياسي والإعلامي بضجيج الإصلاح، بضجيج الحرب على الفساد، بضجيج تقويم الوضع، لكن الذي نراه بعد تشكل حكومة السوداني أن شخصيات حكومية مدنية وعسكرية في دائرة الشبهات، شبهات الفساد والانتهاكات والقتل، أعيدت إلى العمل الحكومي عسكريين ومدنيين، هياكل إدارية فاشلة وفاسدة مثل مجالس المحافظات بصدد إعادتها في انتخابات يعني قادمة، أين وعود الإصلاح؟ أين الحديث عن الحرب على الفساد والفاسدين وإقصائهم وملاحقتهم وأنه لا يمكن أن يعطوا الفرصة؟ هذا حديث نسمع يوميا عن الإصلاح، وكأن حكومة السودان هي حكومة الإصلاح الشامل. يعني استاذ ماجد، انا اذكر عندنا مثل احنا في جنوب العراق يقول المال الماء له والي سايب. نعم، يعني هؤلاء ليس رادع لهم، لا يوجد رادع، لم للاسف الشديد بعد يعني مسيره هذا الشعب، المسيره العظيمه والمشرفه والتي يشهد لها القاصي والداني، لا نزال نتخبط بانتاج رادع سياسي لهذه المنظومه، لا يوجد رادع. فلذلك هم أناس خلعوا، هم أساساً خالعين توب الوطنية، جاءوا للانتقام من العراق الذي عرض نفسه كأن يكون عميل لدولة مزمنة العداء للعراق ولدولة محتل أمريكي ويرتضي هذا الدور. فماذا تتوقع من، يعني ماذا نتوقع من الذي يسمي الاحتلال تحرير، من الذي يزيف الحقائق، من الذي يرفع حراب المحتل لإذلال أبناء وطنه وشعبه يا أستاذ مجد؟ فلذلك هؤلاء ليس لهم رادع، لا أتوقع أنهم يتوقفون في حد معين أو عند حد معين من الوقاحة والصلافة والاستهتار بمصير الشعب العراقي إلا في حالة وجود الرادع، والرادع لن يكون عالميا، لن يكون دوليا، لن يكون، يعني هذه كلها مستفيدة من الوضع الموجود في العراق، بلد منهوب، أموال عراقية تجري في الخزانة الأمريكية تحت سيطرة جي بي مورغان، والأمريكان يسرحون ويمرحون بها كما يريدون وكما يشاءون، وأنشأوا القواعد التي كانوا يحلمون بها في داخل العراق، وأصبحت العراق نقطة مفصلية للنفوذ الأمريكي في المنطقة، فاق حتى الدول التقليدية ذات النفوذ الأمريكي سابقا. فكيف كيف سيحاولون أن يوجدوا واقعا يتمتع به الشعب العراقي بكرامة وحرية؟ أبدا، إذا لم ننتج نحن العراقيين الرادع الوطني والثوري، فكن على ثقة أستاذ ماجد، لن يردع هؤلاء شيء ولن يوقفهم شيء بالخديعة والاستهتار به، وإلا ماذا حصل؟ يعني هل تم محاسبة فاسد؟ رفعوا شعار الإصلاح الكاذب، وقبلهم من رفع شعار الإصلاح على مدى سنوات، وهم أدوات الإصلاح، وهم أدوات الفساد، وهم المحاربين لكل مصلح. يعني أي، حتى يمكن برزت بعض الشخصيات أرادت الإصلاح، لا أقول من ضمن المنظومة، من ضمن بعض المسؤولين الإداريين، يتم يا أما تغييبه يا أما قتله يا أما يعني التشنيع به بأقبح الوسائل.
فأستاذ ماجد لن نتوقع من هؤلاء غير المضي قدما بالصلاف المحهودة والخديعة المحهودة من قبلهم لإدلال والاستمرار بمسلسل إدلال الشعب العراقي. دكتور، هل إعارة مجالس المحافظات ومسؤولين حكوميين الحقيقة هم ميليشيات أبو علي البصري وغير أبو علي البصري، والحقيقة هذه الشخصيات كلها عليها تهم فساد وتهم انتهاكات وتغييب وقتل وما ذلك، هذه مخرجات الإصلاح، شعار الإصلاح، خطة الإصلاح، منهج الإصلاح لحكومة السوداني، الحقيقة المنهج الذي وصفته السفيرة الأمريكية بأنه هو هذا العلاج الذي أوصى به الطبيب، ما تقوم به حكومة السوداني هو هذه الوصفة أو الروشتة التي وصفها الطبيب واللي يحتاج العراق تقول. يا أستاذ ماجد، أنت تسأل نفسك وأنا أسأل نفسي والكل يسألون نفسه، هو من يحكم العراق؟ نعم، يعني من يشكل كل هاي الإدارة اللي يسموها في العراق؟ يعني من يشكلها، من يديرها؟ بداية كلنا نعرف أن هناك قوى دولية وإقليمية هي من تدير العراق، أمريكا وإيران هم من يديروا العراق ويديروا الحكومة بشكل، وبداخل هذه الحكومة المحلية أو هذه القوى المحلية التي تأتمر وترعى هذا المشروع هناك رؤوس هي من تدير هذا الموضوع ليتناسب مع طلبات وموجبات ما يريد الأجنبي، ما يريد الأمريكي وما يريد الإيراني. يعني الآن أنت عندما تحدثني عن حكومة السوداني، من شكل هذه الحكومة أو من يشكل لها سياستها ومنهجها؟ أنت ترى واضح بشكل خيال نوري المالكي بكل وضوح، هذا الإطار التنسيقي الميليشياوي الذي شكل الحكومة واضح هو الذي شكلها، هو الذي يرعاها، هو الذي يتنفذ بها قيس الخزعلي وهادي العامري والمالكي. فالرؤية العقلية الواهية هي التي ترعى هذا الموضوع، وخدمة للأجنبي، خدمة لمشروع معين، خدمة لضعف العراق. ما هي كل هذه العقول؟ نوري المالكي، هادي العامري، كلها حكمت وما زالت تحكم من عام 2003، وأولهم المالكي 8 سنوات هو رئيس الوزراء. ما الذي أنتجه؟ كيف يمكن لهذا الشخص أن يكون عرابا لعملية سياسية وحكومية لكي ينتج من وراءها شيء جيد يحث على البناء، يشجع على النهوض والازدهار، ويشجع على وجود مجالس محافظات نزيهة ووطنية وتشكلها وترعى هموم العراقيين وتسعى لتنفيذ كل ما يحتاجونه؟ لا يمكن هذا الوضع، لأن نفس القوى هذه التي دمرت العراق كانت أدوات للتخريب وللتدمير ولرعاية مشروع الاحتلال، ومشروع الاحتلال هذا الذي جاءت به أمريكا وعبرت القارات وعبرت الأطلسي لم يأتي لخدمة العراقيين ولا لعيون العراقيين ولا من أجل الديمقراطية ولا دكتاتورية، ولا هذا كل الكذب من أجل تخريب العراق وتدميره وإنهاء كل قدرة عقلية، كل قدرة قوة على الوقوف مرة أخرى. وهذا ما يحصل في العراق، 20 سنة هم يدمرون العراق. وين يوصلون العراق؟ إلى أين يصل؟ يصلونه بهذه هناك ثورة قامت في تشرين، يجب إلغاء هذه الفكرة التي قامت من أجلها، وهذه الفكرة التي قامت من أجلها هي إعادة الوطن، إعادة الوطن السليب من أيدي هؤلاء، إسقاط العملية السياسية. هم يريدون تأكيد أن العملية السياسية باقية وكل أدواتها في العمل بالمحافظات أو داخل بغداد أو داخل الإقليم أو داخل وين مكان، هي باقية وثابتة وهي الحاكمة. هذا كل الموجود. دكتور وليد، هذه المجالس إذا ما أجريت انتخاباتها وظهرت إلى العلن، هل يمكن أن تقدم خدمة ما لتنجح في تقديم خدمة ما للمحافظات، وهو الأمر الذي فشلت فيه يعني الانتخابات البرلمانية على اعتبار أنها انتخابات محلية بعيدة عن المساومات السياسية الكبرى، عن الابتزاز، عن التسقيط، عن التسويات السياسية؟ بالنهاية هي تشكيلات محلية ضمن المناطق. يمكن أن تنجح فيما فشلت فيه مخرجات أو منتجات الانتخابات البرلمانية، أم أن الانتخابات البرلمانية مع انتخابات مجالس المحافظات وجهان لعملة واحدة؟ طبعا أستاذ ماجد، هو هذا الذي سيحصل. يعني هي عبارة عن امتداد للعملية، أساس العملية السياسية، امتداد لأساس العملية السياسية التي هي لا تمثل شعب ولا تمثل طموحاته
ولا تمثل عقيدتها السياسية أصلا ولا حتى عقيدتها الأخلاقية أساسا. هي يعني مجرد انعكاسات لعملية احتلال وعملية إشراف على إدارة العراق من خلال مبدأ الاحتواء المزدوج. إيران تحتوي العراق وأمريكا تحتوي إيران والعراق معها. فلذلك أنه لا أتوقع أنه هذه المجالس، أنا قلت لك ستكون كيانات وهمية. بس إيران دكتور إيران راح ترسل لنا أطباء وممرضين ومستلزمات طبية وقعوا وياها الاتفاقية البارحة، راح يجزونا أطباء وممرضين. طبيب طبعا. إيه؟ والله يا أستاذ ماجد أنا راح أقول لك حادثة ذكرها الدكتور علي الوردي. حتى أقول لك تجينا من إيران. ذكرها الدكتور علي الوردي بالجزء الأول من كتاباته لمحات اجتماعية من تاريخ العراق. يقول في العراق أول مطبعتين دخلن، أكو مطبعة للأخوة الدومينيكانيين جماعة تبشيرية، والثانية جابها تاجر إيراني. جماعة الدومينيكان بدأوا يترجمون الشعر والأدب العالمي والكذا، والإيراني بدأ يترجم كمبيالات وأدعية. أوكي؟ تلاحظ كمبيالات وأدعية، يعني استعباد بطريقتين. هذا اللي يجينا من إيران. إيران تمتص العراق امتصاص البعوضة لدم المضيف يا أستاذ ماجد. إيران لن تترجى لنا خيرا، لأن إيران من ضمن استراتيجيتها سواء في عصر الخميني أو في عصر الشاه أن العراق هو العدو الدائمي ولا يوجد غيره عدوا. يا أما يخضع العراق لإيران أو سيكون عدوا. هذا هو المبدأ الإيراني، وجسدها جواد لاريجاني في نظرية أم القرى، وهذه يمكن يحتاج إلى حلقة كاملة إن شاء الله. نستضيفك تحكينا عليه. شكرا دكتور وليد بريسم، شكرا جزيلا ضيفنا دكتور وليد بريسم الكاتب والباحث السياسي كان معنا من أوسلو. طبعا لا زال عندنا وقت ونحول السؤال على دكتور رافع. دكتور، انتخابات مجالس المحافظات هل ستصفع أيضا بالمقاطعة الشعبية التي صفعت بها الانتخابات البرلمانية الأخيرتين؟ لن تنجو مصيرها كمصير الانتخابات البرلمانية؟ واضح أستاذ ماجد من الآن بدأت البيانات لقوى شبابية تدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات وعدم الوثوق نهائيا بكل وعوده، لأن المشهد العراقي مشهد طائفي، مشهد خراب، مشهد دمار. لماذا تجرى دكتور إذا القوى السياسية واثقة أن هناك مقاطعة شعبية والمجتمع يرفض زج نفسه بهذه العملية؟ هذه القوى التي تحكم العراق وصلت إلى مرحلة استهتار بقدرة الشعب، تريد أن تقول للشعب لا تساوي شيئا عندنا، قيمتك لا شيء، يجب أن تخضع لنا بالسلاح. لديها ميليشيات وتعتقد أنه هذا السلاح الذي بيد الميليشيات قادر أن يجلب لها استمرار الحكم، وهذه هي النظرية الفاشلة التي اعتمدت عليها كثير من الأنظمة وسقطت وسيسقط على النظام. الأنظمة الدكتاتورية المستبدة كثيرة اعتمدت على الميليشيات وقوى والسلاح، واعتقدت أن الشعوب ستخضع لهذا السلاح. خضعت لفترة سنة سنتين 10 ل20، لكنها لم تخضع بشكل دائم، وثارت عليها وأنهت كل هذه الأنظمة، وسينهى هذا الوضع. ويعني ندعو الله أن يعني يعطينا العمر ونشوف هذه الفترة ونشهدها إن شاء الله، والشعب العراقي لن يقبل بهذا. لذلك هناك دعوات الآن، من الآن دعوات كثيرة وبيانات كثيرة من كل قوى شبابية وقوى لديها عقل، لديها حس وطني، لديها حب للعراق، لا تقبل بهذه الانتخابات، وتدعو العراقيين إلى مقاطعة هذه الانتخابات، لأنها مسرحية هزيلة، مسرحية المراد منها السيطرة أكثر على العراق، وإظهار صورة خادعة للعالم على أن في العراق ديمقراطية وفيها انتخابات وفيها مجالس محافظات وفيها عمل وفيها مثل يعني هذه الظاهرة الصوتية التي تمثلها حكومة محمد شياع السوداني وكل هذا مجلس النواب وكل هذه الحكومة اللي موجودة الآن. نعم. في ختام حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيفيها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، ونكرر أيضا الشكر لضيفنا من أوسلو في النرويج الدكتور وليد بريسم الذي كان ضيفنا أيضا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء به في الحلقات القادمة حتى يحكي لنا عما قال علي الوردي إن شاء الله. إن شاء الله طيب وسالم. شكرا دكتور. شكرا مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.